يا مساء الخير وحياكم الله من جديد في الراصد. اليوم معنا العديد من الموضوعات المهمة الأهم بالنسبة لنا. دائما وأبدا تواصلكم الدائم معنا عبر حسابنا الرسمي في تويتر الراصد أو عبر رقم الواتساب الظاهر الآن أمامكم على الشاشة. نذكر أنه مشاكلكم، همومكم، اهتماماتكم، المكان الأنسب لها هو الراصد. وبداية الحلقة الأهم العناوين: خادم الحرمين يوجه بإطلاق السجناء المعسرين بالشرقية، والحمودي 50% من الأشخاص الغارقين في الديون يسافرون للسياحة خارج المملكة في السنة مرة ومرتين. أيضا من ضمن المواضيع في حلقة الليلة: تجار التمور يطالبون بإطالة مدة صلاحية التمر المجروش، ومستشفى القنفذة انقطاع للكهرباء وتأجيل للمشاريع. كعادته حفظه الله قربا من أبنائه المواطنين، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة الشرقية الذين عليهم قضايا حقوقية وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم عن 1,000,000 ريال وثبت إعسارهم شرعا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وذلك بمناسبة زيارته الكريمة التي يقوم بها إلى المنطقة. كلنا نتذكر الأسابيع الماضية اللي صار من خلال أمانة المدينة فيما ضبطت عدد من التمور، وأيضا نشر أنها تمور فاسدة أو متخمرة، ولكن بعد التحاليل بعد الآراء اللي جاءت ترد على مثل هذا المقطع موقع التواصل الاجتماعي أيضا أثبتت سلامة التمور التحليل واعتذرت الأمانة. هذا الأمر فتح عدد من المطالب من تجار التمور بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء بإطالة مدة صلاحية التمر المجروش، إذ أنه لا يتأثر، إذ كان طبعا مكان الحفظ مناسب ويوضع في ثلاجات تحت درجة التجمد. وفي تجربة فريدة من نوعها انتشر مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه عبد العزيز التويجري وهو أحد خبراء التمور، وفي حوزته تمر تم تخزينه منذ 34 عاما تحديدا منذ العام 1406. خلونا نشوف هذا المقطع ونرجع نتناقش أكثر حول التمر المجروش وصلاحيته ومطالبة تجار التمور. على مقطع انتشر في المدينة المنورة لخطأ من أحد مراقبي الأمانة، واعتذرت الأمانة مشكورة للتمر أنه فاسد لما يجروش، وهي ميزة وليست عيب. هذا هو أغلى أنواع التمر، عندما يتبلور التمر يعني يخزن لمدة عام حتى يتحد الجلوكوز والفركتوز ويكون البلورات، هنا يصبح التمر ميزة وليس عيب. عندما صدرته أمانة المدينة المنورة واعتذرت مشكورة لاحقا، كان بسبب خطأ اعتقاد أن التمر منتهي الصلاحية، بينما التمر الآن موجود لدينا في هذا المجلس تمر من عام 1406 أكمل 34 عاما لم يتغير. ما شاء الله تبارك الله. هذا هو هذا مصنع 1406 صنعته والدتي رحمها الله تعالى. الله يرحمها. توفي والدتي الآن لها 20 سنة. ويسمى المجروش. مجروش. فهذا هو أقوى وأجمل. هذه علامة جودة. علامة جودة. نعم المجروش. يحدث عليها الجدل هي مدينة. من 406. 34 عام. ما شاء الله. 34 سنة عمرها التمر. هذا نبتة السلطان. ما شاء الله. لكن أبوريكم الأمة اللي الله يسلم على جنات النعيم. هي تقريبا 34 سنة. 34 عام. ما تغير ابو عبد الله ما شاء الله تقريبا. ما يتغير ابدا، بس محفوظ مجمدا طبعا. اي طبعا. ما يتغير ابدا. وللحديث بشكل اوسع حول هذا المقطع طبعا نترحم على والدة الاستاذ عبد العزيز تويجري اللي سوت التمر من اكثر من ثلث قرن، وقاعدين نشوف مدى جودته. ينضم الينا احد تجار تمور في المدينه المنوره وهو الاستاذ احمد البحيري. استاذ احمد مساء الخير، الله يحييك. مساك الله بالنور احمد البحري، الله يسعدك استاذ عبد الاله وكل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تفضل الله يبارك. اللهم صل وسلم على خير البشر. استاذ احمد،
يعني انت كنت ضيفنا لما تحدثنا عن مقطع الامانه ضبطها للتمر المجروش، اكدت على الهواء مباشره انه التمر سليم قبل ما تطلع النتائج من خلال خبرتك، واكيد انكم انتم لكم باع كبير ايضا فيما يتعلق بمعرفه انواع التمور. اليوم فتح هذا الامر مطالبات فيما يتعلق بمدد الصلاحية للتمور. أول شيء نبغى نتعرف على مدد الصلاحية، الجهات أيضا اللي تشرع وبناء على ماذا، وحتى عن مصادر التمور داخل السوق قبل ما نخوض في هذه المطالبات. تفضل. تسمعني أستاذ أحمد؟ أستاذ أحمد الصوت يصلك أو لا؟ ما أدري، ما أسمعك. طيب حلوا الإشكالية يا شباب حتى يكون هناك حديث بشكل مطول حول صلاحية التمور، كيفية بيعها أيضا، وجودها داخل الأسواق، خصوصا أنه قرأت عدد من المطالبات فيما يتعلق بأن تذهب هذه المهنة إلى الاحترافية من خلال إيجاد مصانع، أيضا أن يكون هناك تعريف بشكل أكبر بالمنتج، أيضا أن تكون هناك تشاركية ما بين التجار وما بين الجهات المشرعة حتى يتم الاستفادة بشكل محترف لتقديم هذا المنتج وفق طبعا مدى صلاحيته، حتى لا يكون هناك لا ضرر ولا ضرار. بكل تأكيد زي ما شفنا هذا التمر والنوعية المطلوبة بشكل كبير ألا وهو التمر المجروش، لأنه إحنا نتكلم أيضا عن جانب آخر مش فقط السوق الحالية، لا نطمح أنه هالمنتج اللي يعتبر من أجود المنتجات على مستوى العالم داخل المملكة العربية السعودية يكون لدينا قدرة كبيرة في تصديره، لأنه بكل تأكيد هناك طلب حتى طلب عالي حتى في المستوى العالمي. وأنا أتذكر في إحدى السفرات يعني دائما ما يرافقني التمر بكل تأكيد، وأما أسافر يعني قهوة الصباح مع التمر كل ما الذوق، سواء العاملين في الأوتيل أو الفندق أو كذا، أنه والله تخليه يخوض هذه التجربة في أنه يجربه، عادة ما يكون طعمه مستطاب بالنسبة لهم، طلب كبير. اليوم قاعدين نشوفه أيضا في الأسواق الأوروبية الأمريكية بشكل محدود، لا والله الطموح أنه نشوفه بشكل كبير وأنه يكون الطلب بشكل كبير، لأنه بكل تأكيد بيكون رافد اقتصادي بالنسبة لسوق التمور داخل المملكة العربية السعودية، وهذا هو الطموح من خلال استغلال هذا المنتج بأفضل جودة ممكنة. ناخذ اتصال وينضم إلينا المدير التنفيذي لمهرجان التمور في بريدة المهندس محمد السراح. مهندس محمد حياك الله. يا هلا، الله يحييك يسلمك. أتمنى أنك استمعت لتعليقي، وأنا يعني نظرة وانطباع عن شخص محب للتمور، وجربت تجارب أني والله يتذوقون الناس برا مدى محبة الناس لها المنتج، وإحنا نعتبر من الأجود. أبغى أسألك عن تنظيمه داخل المملكة العربية السعودية، يمكن فتح هذا النقاش في المطالبات فيما يتعلق بمدد الصلاحية، كيفية وماهية التنظيم بالنسبة للتمور داخل المملكة العربية السعودية؟ تفضل. أولا أنا أعتقد أنه هذا رافد غذائي كبير جدا بالنسبة لنا احنا في المملكة العربية السعودية. التمور طبعا يعني تشكل يعني مصدر، أحد المصادر الاقتصادية بالنسبة لكثير من المزارعين عندنا في المملكة العربية السعودية، وأيضا يعني للتجار، كثير من التجار خاضوا يعني في طبعا في تجارة التمور، ويعني بالتأكيد يعني حققوا أرباح كبيرة وطائلة جدا. البعض منهم يمكن له أكثر من 30 سنة وهو في هذا المجال، وبالتأكيد لم يترك هذا المجال، ولو كان هذا المجال يعني حقيقة أنا أقولها يعني لو كان هذا المجال غير مربح ما استمر هذا العدد الكبير والتزايد الكبير في تجارة التمور. أنا أعتقد تجارة التمور يعني من التجارات اللي طبعاً هي موسمية، ولكنها بالتأكيد من التجارات اللي لها يعني لها وضع معين ولها قيمة معينة وفي تزايد كبير على مستوى على المستوى المحلي وعلى مستوى الخارجي. رائع. لذلك أنا أعتقد مدة الصلاحية بالنسبة للتمور أنا ما أعتقد أنها يعني تقدر بسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات حتى، لأن هذه التمور متى ما حفظت في أماكن، أنا أعتقد في أماكن تبريد عالية تستمر لسنوات طويلة. وأنا أعتقد أن التمور حتى لما يصل مرحلة يعني تسكر والتبلور أنا أعتقد أنها يعني تكون ألذ من أنها تكون تمور يعني جديدة. فلذلك التمور حقيقة يعني مصدر غذائي كبير جدا، ونعتقد منطقة القصيم بالذات يعني كانت يعني منطقة الأحساء ومنطقة بيشة يمكن ثلاث مناطق على مستوى المملكة تعتبر يعني هي المهتمة في تجارة التمور وفي زراعة حتى التمور. لكن في الآونة الأخيرة صار فيه اهتمام مختلف تماما عن السابق. الآن الاهتمام بالنخلة صار اهتمام كبير جدا، صار في ناس متخصصين في قضية النخيل،
حتى يعني على المستوى أتكلم المحلي على مستوى المنطقة القصيم هناك عمالة يعني أخذت خبرة كبيرة وتجارب كبيرة من قضية عملية زراعة التمور وزرعوها في باكستان وزرعوها في دولهم يعني حتى وصلت إلى منطقة البيرو في أمريكا أتكلم أمريكا الجنوبية حتى في يعني في أمريكا في ولاية كاليفورنيا الآن تزرع تمور يعني فأنا أعتقد أنها تجارة يعني عظيم يعني في تنوع في مسألة الموارد واستغلال هذه البيئة بشكل كبير. طيب أستاذ محمد أنا بتكلم عن التعاون ما بينكم أنتم كمهتمين كمستثمرين وأيضا ما بين التشريعات، هل هي فعلا تخدم بشكل كبير حتى نجد منتج محترف بالإمكان تصديره أو إدخاله بشكل كبير للأسواق العالمية؟ أنا أعتقد أن الحكومة يعني أيدها الله حقيقة جعلت في هناك هيئة مهتمة في التمور وهي الهيئة الوطنية يعني للمهتمين في التمور. هذه الهيئة دائما عندها اجتماعات سنوية هذه الاجتماعات السنوية تنعقد يأتي جميع المزارعين أو التجار حتى التجار الموجودين على مستوى المملكة العربية السعودية ويتناقشون سنويا عن قضية كيفية تصدير التمور كيفية يعني تعليب التمور يتكلمون عن هذه التجارة بجميع مجالاتها يعني بجميع حتى في قضية الزراعة وكيفية القضاء مثلا على سلسة النخيل كل هذه المجالات يعني عنيت باهتمام كبير حتى يعني على مستوى أتكلم المناطق يعني حتى على مستوى يعني الأمراء وإمارات المناطق وضعت يعني مجلس خاص للتمور. أنا يعني أنقل تجربة منطقة القصيم على رأس صاحب السمو الملكية الأمير فيصل بن مشعل بن عبد العزيز حقيقة أولى هذا الجانب يعني اهتمام كبير وجعل هناك هيئة دائما يتم يعني جمعية خاصة بالتمور. هذه الجمعية تعتني بالمزارعين تعتني في عملية تجارة التمور. طيب مهندس انعكاسه على السوق اليوم لما كنا نتحدث احنا عن التمر المجروش وحادثة المدينة يعني اذكر والاستاذ احمد البحري كان احد ضيوفنا وكان هناك تساؤلات من الأمانة حول مصدر التمور انها مجهولة المصدر، رفض طبعا الاستاذ احمد هذا القول وقال لا كل التمور معروفة وانها تأتي بشكلها الدارج من خلال المزارعين او المستثمرين فيها. اليوم قاعدين نتكلم لا عن شكل احترافي كمصانع معروفة ايضا من ناحية تغليف من ناحية مصدر الاسقاء للتمور بالماء، كل شيء يكون معرف من ناحية حتى السعرات الغذائية المعلومات الغذائية او حتى المعلومات التعريفية ان يكون في منتج ويكون موحد، مثل هالامور معمول فيها وموجودة حتى لا نرى اشكاليات فيما تتعلق بعدم المفهومية من قبل الامانات او البلديات مع هذا المنتج. انا اعتقد بالوقت الحاضر عندنا يعني شباب يعني كثر يعني يتطلعون حقيقه ان يدخلون مثل هذا المجال، لكن في المشكله الكبيره اللي حقيقه يعانيها المزارع دائما في زراعه التمور هي مشكله العماله بالتاكيد يعني. فلذلك انا اقول ليش ما يكون هناك مثلا معاهد يعني متخصصه على مستوى الثانوي تستقطب الشباب ويتعلمون كيفيه يعني العنايه بهذه النخله ويكونون يعني يدخلون هذا المجال بشكل موسع وممكن يعملون في الشركات الزراعيه، يمكن يعملون في اتكلم الاماكن التجاريه اللي مهتمه في التمور، هناك يعني شباب يعني يستطيعون يشترون مزارع كبيره، ولكن القضيه عندهم هي قضيه العماله. انا اقول عمليه الاحلال مهمه جدا هذا جانب، الجانب الاخر مهم جدا من الدوله حفظها الله ان يعني حقيقه تضع يعني مثل هيئات يعني تدرس كيفية انتشار التمور، لأن النخلة هذه ما تحتاج كمية مياه كبيرة ولكنها لما يتم العناية فيها تنتج يعني يكون إنتاجها عالي جدا. فأنا أعتقد هذا الجانب بالذات ممكن يكون وزارة البيئة والمياه والزراعة أيضا في مرحلة لاحقة هيئة الغذاء والدواء يعني أدوارها أيضا في هذا المجال، لأنه أنا الآن اللي أفهمه أنه سوق هوات والهواة فيه طبعا يمارسون أفضل الممارسات المثالية في إيجاد هذه المنتجات داخل المملكة العربية السعودية، لكن السؤال الدائم ليش ما تنتقل إلى أن تكون سوق محترفة بحيث نجد شركات كبرى ضخمة وهذا سيولد أيضا فرص وظيفية سيولد حتى استثمارات متفرعة. هنا السؤال ليش ما تتحول دام موجود هالمنتج المطلوب؟ أنا أعتقد شوف يعني دائما حنا نقول أنه متى ما كان المشروع هذا مشروع وطني يعني وتمنته الدولة أنا أعتقد أنه
بالتأكيد سير النور. ما التجار أنا أؤمن إيمان تام أنهم جاهزين لهذا الأمر. نعم. المزارعين جاهزين لهذا الأمر، يعني عندهم خبرة كبيرة. لكن قضية الاحترافية قلت لك أنا، وجود أكاديميات، وجود معاهد، وجود أتكلم توجه من الدولة اتجاه هذا المنتج، أنا أعتقد أنه مهم جدا، لأننا حقيقة نحتاج يعني تنظيمات معينة أو بعض التنظيمات المعينة لتساعد على عملية التصدير. الآن عملية التصدير ترى في الوقت الراهن قد تكون أفضل من الوقت السابق، ولكن هذه التمور يعني منتج حقيقة له قيمة كبيرة وقيمة غذائية عالية جدا، يعني متى ما تعودت عليه الشعوب. وحنا يعني في المملكة العربية السعودية يمكن تعودنا على كثير من الخضار، نحاول نجذبها من أقصى يعني بقاع الأرض. فلذلك متى ما تعودت الشعوب على هذه الثمرة المباركة اللي يعني حقيقة حتى في ديننا الإسلامي حثنا على أن هذه الثمرة تكون أول غذاء تأكله بعد يعني قضية بعد يعني فريضة الصوم. فلذلك هذه الثمرة مفترض أن تعطى يعني تعطى عناية كبيرة، وأنا أعتقد أنه رافد جيد كبير يحتاج حقيقة يعني توجه وطني. وأتمنى يعني إن شاء الله حكومة بإذن الله. خليك معنا مهندس، خلينا نستمع إلى رأي الأستاذ أحمد البحري. أستاذ أحمد البحري أحد تجار التمور، أرحب بك مجددا وأنت ضيفنا من استوديوهاتنا في المدينة المنورة، حياك الله. تسمعني الآن؟ استمعت إلى الحوار قبل شوي أستاذ أحمد؟ الله يحييك. أسمع والله على آخر إن شاء الله. طيب، كنا نتكلم عن تحول هذا السوق فضل. سوق التمور من سوق هواة، وأيضا نذكر أنه يعطيهم ألف عافية كل العاملين كمستثمرين في تطبيقه بالشكل المثالي، حيث نجد أجود أنواع التمور حاليا في السوق. لكن لماذا لا تتحول إلى سوق محترفة، وما هي أبرز المطالب لتتوافق مع هذا التحول؟ عندنا مشكلة إحنا داخلية الآن. كل موسم بداية ما يبدأ الموسم حق التمور تجد مقاطع فيديو تنتشر تسيء للتمور الخاصة بنا. يعني عندنا مقطع فيديو يقول لك أكثر التمور تسقى من مياه الصرف، ولا حد حاسبه ولا أي جهة قامت حكومية مختصة تأكد هذا الشيء أو تحاسب اللي يتكلم عن هذا الشيء. وهناك من كان بيتكلم على العجوة وإنه ما هي هذه العجوة الحقيقية، وتصدوا له التجار وأهل المدينة. طب ايش الدوافع من نشر مثل هالشائعات؟ الان من وزاره التجاره عفوا وزاره الزراعه انه تبين هل هذه العجوه الصحيحه ولا لا، او ترد عليه ولا هو يثبت. بنلاقي مشكله احنا في هذه النقطه. الحاجه الثانيه من ناحيه التصدير، انا اتكلم واخص وابغى التصدير، تمورنا لازم تطلع برا في الخارج، ما هي معروفه مثل بقيه التمور اللي عندنا. وليش؟ الثاني معلش استاذ عبد الاله، يعني اولا انت تحدثت عن الجانب الاول اللي هي الاشاعات وايضا المعلومات المغلوطه والمزيفه، ايش الدافع ان تنتشر مثل هالشائعات؟ والنقطه الثانيه اللي بسالك عنها ايضا، ليش في ضعف لتصدير والتعريف بالتمور داخل المملكه العربيه السعوديه؟ انتشار الشائعات لانه منتج ممتاز ما شاء الله، ممكن يكون من أي جهة، لكن اللي أقصده أنه ليه ما يتحاسبوا الأشخاص هذول، هم مننا وفينا وبيتكلموا على التمور. لازم يثبت أنه هذا الشيء طيب، يثبت وجهة نظره ولا لا. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. بالنسبة الثانية للتصدير، إحنا بنعاني مشكلة. يعني أنا أديك أصغر دولة أو في إنتاج التمور هي تونس، لكن لما يجي أوردر طلب خلال 48 ساعة البضاعة فوق المركب. أنا عشان أشحن أضطر أني أراسل وزارة التجارة، أرسلهم أكتروني، هم يردوا عليها لازم أروح بنفسي أستلم الشهادة يدويا، وبعدين أرجع وراجع المحجر الصحي في المطار أقدم له الأوراق، يقعد 24 ساعة، ثاني يوم أستلم الأوراق أوديها لفرع وزارة الزراعة عشان تتوقع من المسؤول، مع إنها كانت عندهم قبلها بيوم. لسه حرفع الأصل تبع شهادة الشهادة الصحية لجدة عن طريق أي جهة، بسيارة بالبريد، عشان الجمارك هناك يطابقوها إنها أصلية صحيحة.
وبعدين ترجع لي تاني للمدينة وينزل الكونتينر يحمل. اللي أقصده من هذا الموضوع كله ليش ما يكون الشغل كله إلكتروني أو يكون هناك جهة واحدة فقط؟ يعني في 20-30 نبقى كل شيء يكون إلكتروني فيما يتعلق بالتصدير، أنه يكون هناك جهة واحدة فقط يعني هي من تجمع كل هذه الجهات. طيب فيما صحيح. يتعلق بالمنتج داخل المملكة العربية السعودية، وأنت كان لك حديث صحيح. لما تكلمت الأمانة وقالت أنه هذا مجهول المصدر، وقلت ما في تمر مجهول المصدر، وأن اللي موجود بالصورة هو اللي موجود في السوق. فعليا الناس تسأل ليش ما في منتج من قبل شركات معروفة بأسامي زيها زي بقية المنتجات، أيضا معرفة المصدر، معرفة أيضا المواد المستخدمة في إيجاد هذا التمر، معرفة السعرات الحرارية، ليش مش موجودة في سوق التمور؟ بالنسبة للشركات موجودة ما شاء الله تبارك الله، ما نبغى نسمي، لكن شركات كثيرة اللي ينزل السوق يشوف ما شاء الله المصانع بتنتج، ليش ما يكون موحد هذا الأمر؟ القيمة موحد الغذائية والمكونات لو دخلت على أساس أنه يكون هناك أيضا تعريف المدة الصلاحية وما إلى ذلك، وأنها الطول زي المطالبات فيما يتعلق بالتمور، ليش ما يكون أمر موحد أنه ما ينباع التمر إلا معرف وبمدة صلاحيته؟ نعم هذا مو أنا أحدده ولا المصنع يحدده، هذه جهة رسمية تحدده، عندك وزارة هيئة الغذاء والدواء، وزارة الزراعة بناء على تحاليل مختبرات هي اللي تبين هذا الشيء. جيد، شكرا جزيلا لك لوجودك، نتمنى إن شاء الله بإذن الله أن تصل هذه السوق إلى أعلى مستويات الاحتراف، لأنه منتج بكل تأكيد يعني مطلوب، وأيضا هي ثروة بكل تأكيد يجب استغلالها. أحد تجار التمور في المدينة المنورة الأستاذ أحمد البحري، شكرا لك. نقطة، تفضل تفضل. الله يسعدك. أنا الآن دحين لما يجيني طلب أوردر يوم الخميس بعد الظهر، حيكون عندي جمعة وسبت، هذه إجازة، ليه ما يكون قلنا زي ما أعيد مرة تانية يكون الشغل إلكتروني؟ الآن عندنا البنوك صار وانت في بيتك تفتح حساب بالتأكيد، خلاص يصير إلكتروني، الأوراق تروح رسمية ويتصدر التمر ويمشي. طبعا، وكل شكرا لك من جديد أستاذ أحمد البحري. أخيرا أرجع لك مهندس محمد، أنت شفت الفيديو حق الأستاذ عبد العزيز التويجري، رأيك في التمر المعروض؟ والله يعني عبد العزيز التويجري طبعا شفت الفيديو، لكن بالتأكيد يعني عبد العزيز التويجري يتكلم عن أن التمر هذا تم حفظه في مكان، يعني قلت لك أنا لما تصل درجة البرودة يعني نازلة جدا ممكن تحتفظ بالتمر لسنوات عديدة، فهذا أمر طبيعي جدا. احنا يعني اهل القصيم اهل التجارب في هذا الجانب بالذات يعني، فانا اعتقد ان كلام عبد العزيز في محله وهذا امر طبيعي جدا، لكن في جزئيه انا ودي اتطرق لها. يعني احنا تفضل على عجاله مهندس. احنا ندرك تماما حقيقه ان رؤيه المملكه العربيه السعوديه 2030 انها يعني تبحث عن مصادر او تعدد المصادر الاقتصاديه في المملكه العربيه السعوديه، وانا اعتقد ان يعني اعتقد ان التمور من 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 المصادر المهمه جدا، ومصادر الدخل اللي فعلا يعني حيكون لها لو 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 تمت على ما تفضلت تبنيها من جهه معينه بعمليه التصدير حتكون مصدر دخل كبير بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه وتجار المملكه والشعب حتى المملكه العربيه السعوديه. من نقطه مهمه بكل تاكيد، يعني اليوم احنا نعرف اختلافكم في الميول الرياضيه انت والاستاذ عبد العزيز بين الرائد والتعاون، لكن في الراصد جمعناكم باتفاقكم حول جودة هذا المنتج اللي يا رب دائما وأبدا أنه تكون الممارسات فيه من ناحية الاستثمار التصدير واستغلال هذه الثروة من خلال كما ذكرت نقطة مهمة في رؤية المملكة 2030 من خلال استغلال كافة الموارد الممكنة. شكرا جزيلا لك المدير التنفيذي لمهرجان التمور في برايد المهندس محمد السراح، شكرا مهندس. أرجع المختص في التنمية البشرية والإدارية سعد الحمودي المشاكل المالية التي يعاني منها الأفراد والأسر إلى عدم تحديد الحاجات والرغبات وأيضا ضعف إدارة الراتب، مشيرا إلى أن 80% من الأشخاص الذين يقعون في مشاكل مالية جاءت لهذه الأسباب. وتذمر الحمودي تحديدا من مصطلح ما تفرق معي، مشيرا إلى أن ذلك أحد عوامل الهدر المالي، وعليه لابد من تخفيض النفقات، فمثلا شراء كوب القهوة يوميا بما لا
يقل عن 6 ريالات للكوب الواحد يكلف في الشهر 130 ريالا، تقريبا ما يعني 1500 ريال في السنة، وهو جزء من إيجار شقة. للحديث عن هذا الموضوع المهم اللي يمكن الكثير يعاني من سوء إدارة موارد المالية، ينضم إلينا هنا في الاستوديو مؤسس مبادرة الحصالة للوعي المالي الأستاذ سعد الحمودي. أستاذ سعد، مساك الله بالخير وحياك الله معنا في الراصد. مساك الله بالنور، حياك الله وحيا المشاهدين الكرام. كيف تقيس نسبة الوعي بإدارة الموارد المالية بالنسبة للأفراد داخل المملكة العربية السعودية؟ أبغى قياس أو انطباع عن النمط الاجتماعي في ذلك تحديدا. من خلال تجربتنا في الحصالة حتى الآن دربنا آلاف الأشخاص رجالا ونساء وأطفالا، هناك ضعف في الوعي المالي. المال هو أكثر شيء نستخدمه من يوم ما نولد إلى أن نموت، وهو أقل شيء نتعلم كيف نتعامل معه. لا في بيوتنا نتعلم الطريقة الصحيحة، لأنه الآباء والأمهات ينقلون أصلا عاداتهم سلوكياتهم الشرائية وكذا لأبنائهم. لا في مدارسنا مناهج مختصة في موضوع إدارة الميزانية الشخصية، التخطيط المالي الشخصي إلى آخره، لا في جامعاتنا يعلمونا هذا الشيء، حتى لا التحقنا في وظائفنا أنه تعلمنا وظائفنا أو الجهات اللي نعمل فيها تعلمنا هذه المهارات، برضو مو موجودة. فبالتالي طبيعي أنه في ضعف عام في الثقافة المالية لدى أفراد المجتمع. إذا الواحد ما اشتغل هو على نفسه، ثقف نفسه بالقراءة، بحضور بعض البرامج التدريبية إلى آخره، فبالتالي سينحرم من يعني معرفة الطرق السليمة في إدارة دخله وكذا. يعني باعتقادك أنه أنت طبعا ذكرت الأمور اللي أسهمت في إيجاد هذا الضعف، في واحدة النقاط لفتت نظري وذكرت أنه نقل العادات من قبل الوالدين للأبناء. نعم. كثير يقول لك والله هالإسراف أو مظاهر الإسراف اللي تحدث أنها لها عهد قريب، خصوصا فيما يتعلق بالعادات الاجتماعية، يعني تحدث عن جيل الأباء والأجداد، لا والله كان هناك إحكام فيما يتعلق بالإنفاق. نعم. يعني كيف نقلت دام أنه الانطباع الاجتماعي يقرأ أنه أمر مستحدث؟ جميل، أتفق معك أنه في السابق والدي ووالدك وجدي وجدك كان وضعهم مختلف تماما ماليا، كانوا ناس مدخرين يعرفون يدبرون أمورهم المالية، ولذلك إحنا ننعم بكل هذا الرفاه اللي إحنا نعيشه اليوم، لأنهم عرفوا كيف يديرون العجلة الاقتصادية وكيف يديرون أموالهم. مؤخرا ربما أنه وسائل الإعلام الجديدة وإنستغرام وتويتر وفيسبوك وسناب وغيرها، وجود بعض المشاهير اللي قاعدين ينقلون سلوكياتهم وعاداتهم للأشخاص والأفراد، يتظاهرون بمظهر معين، فبالتالي الناس يبون يحاكون هذا المظهر أو يقلدون هذا المظهر، فربما هذا يعني أثر بشكل كبير على سلوك الأفراد بشكل عام، إضافة إلى أنه مسألة أنه وش بيقولون الناس عني. أول يمكن والدي والدك يمكن سمعتها منهم، يقول بسلامتهم يقولون اللي يقولونه، لكن الحين صرنا نعمل 100 حساب لما سيقولونه عني. كيف أدخل على بيت فلان ولا علان ويدي فاضية؟ كيف أروح وما جبت هدية؟ إلى آخره من سلوكيات انعكست سلبا على حياتي. ولا كيف الناس ما تشوفني لابس، والله الله يكرم كل جزمة اللي 9000 وغالي لابسة، ولا التيشيرت اللي ماني عارف كم، ولا البنطلون ماني عارف كم. بالضبط. هذه مشكلة، يعني اكتسحت المظاهر نمط الحياة الواقعية والفعلية اللي تتناسب مع إمكانيات الفرد. هذه مشكلة كبيرة، الحلول فيها بكل تأكيد أنه نحتاج إلى برامج للتثقيف، وأيضا أحيانا قد تصل إلى المنع، خصوصا أنك يعني ذكرت موضوع مشاهير السوشيال ميديا وتقديم حياتهم الواقعية على أنها الحياة الطبيعية. صحيح، للأسف يعني حتى كنت متفائل خير بموضوع لما وزارة التجارة ووزارة الإعلام أعلنوا أنه يكون في تقنين لعملية الإعلانات وكذا، وأنه لازم الشخص يأخذ تصريح عشان يعلن عن منتج معين، للأسف أنها غير مفعلة حتى الآن يعني بشكل يعني واقعي. ربما تكون موجودة كتشريع ولكن لم يتم تنفيذها بالشكل السليم، وبالإضافة إلى تلاعب بعض المشاهير بأنه يقول هذا مو بإعلان، أنه لا أترك الإعلان. الحين صرنا نشوف سالفة المشاهير اللي يعيشون حياتهم الشخصية للواقع، يظهرون حياتهم مع أهاليهم زوجاتهم، الهدايا اللي يشترونها البعض. يعني أذكر في مجلس يتحدثون أنه سبب طلاق واحدة، شافت مشهور عطى زوجته فراري وراحت الرجلها، أنك أنت بخيل ما جبت لي فراري زي، وراتب زوجها ما يتعدى 8-9 آلاف ريال. يعني هذه الصورة الذهنية بكل تأكيد أنه تسهم بشكل كبير وأيضا خطير. كيف يمكن أنه والله الفرد يتعامل مع مثل هذا النوع من النشر في أنه والله يعزل عن حياته الواقعية؟ جميل،
من خلال المسوحات اللي سويناها وجدنا أنه 80% من الأشخاص يقدمون رغباتهم عن احتياجاتهم. هذا المثال اللي قلته أنت قبل شوي، تبغى سيارة فراري هو راتبها راتب زوجها 8000 يمكن عليه قرضين وإلى آخره، يمكن ما اشترى بيت إلى اليوم وهي قاعدة تفكر في مسألة كمالية أو ترفيهية أنه تبغى سيارة فاخرة زي المشهور اللي عطى زوجته. نعم بالضبط. أيضا وجدوا أنه 81% من الأشخاص يقعون في مشكلة مالية بسبب عدم قدرتهم على تحديد الأولويات المالية في حياتهم. تلقاه مثلا يروح يستدين عشان يبي يسافر للسياحة على سبيل المثال، وهو عنده إيجار بيت بعد شهرين والله يحلها حق إيجار بيت، قد يكون عليه قرض أو قرضين ويروح مثلا يشتري سيارة فاخرة على سبيل المثال، وتلقاه يقترض من أجل السيارة الفارهة. في أحد البرامج مرت علينا سيدة تقول أوفر راتبي 3 أشهر عشان في شنطة معينة ب 12 أو 13 ألف ريال أبي أشتريها. فلك أن تتخيل أنه هذه الأنماط موجودة لدى أفراد، يعني ما شاء الله عندها قدرة على الادخار، قدرة على الضبط المالي من أجل الاستهلاك، من أجل الاستهلاك يعني. نعم. هذه مشكلة كبيرة يعني. بالضبط بالضبط. بينما ثقافة الادخار غائبة تماما، إحنا دائما في أول الشهر كلنا أثرياء في نص الراتب. بالضبط طبعاً. في نص الشهر كلنا مديونين تمام، ونبدأ نشتغل على الفيزا، نبدأ نشتغل على الماستر كارد. فهذه السلوكيات لن تتغير إلا إذا أنا عملت زي اللي شفت المقطع اللي يمكن نهاية آخر الشهر يعبي بنزين بقروش أي بالهلل ويقول أي ويقول هللا آخر الراتب يعني. بالضبط. فلازم وكأنه أمر طبيعي، الناس تتقبله كأنه أمر طبيعي. هذه مشكلة طبعاً أكيد، إنه فعلاً آخر الشهر ما يلام يدفع هلل. أكيد مشكلة، وصرنا نتندر بهذه الأمور، وصرنا نعتبرها إنه هذا الوضع الطبيعي، إنه خلاص أنت نهاية الشهر قاعد على الحديدة، وهذا الوضع مو صحيح ولا هو صحي. المفترض إنه هذا الراتب اللي يجيك أو دخلك سواء كان من تجارة ولا أنت على باب الله تشتغل بأي شغلة، مثلا عندك فود ترك ولا عندك أي شيء، المفترض أنه هذا الدخل اللي عندك يكفيك طول الشهر، والمفترض أنك تعيش أولادك بنفس المستوى طول الشهر، ما تجي تقصر عليهم في جزء من الشهر وجزء من الشهر ترخي عليهم تماما. يعني لدرجة أنه أول شهر تلقى يروحون مطاعم ووجبات وكذا، آخر الشهر تقلب فول وفلافل تمام. طيب. فلازم نأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار. يعني أكيد أنها نقاط مهمة. عندنا أيضا بعض النقاط نعلق عليها معكم، وإحصائيات حول الهدر المالي، وطبعا الإحصائيات من عندك وأيضا من مصدرك بنسألك عنها. أبرز الأرقام، 80% من الأشخاص يقعون في مشاكل مالية بسبب إدارة الراتب. كيفية إدارة الراتب أيضا هذه بسألك عنها. 50% من المديونين يسافرون خارج المملكة في السنة مرة ومرتين. أيضا 70% من المواطنين عليهم قروض شخصية للبنوك. القروض الاستهلاكية تشكل 84% من محفظة القروض المحلية. كلها طبعا ما فيها إلا المديونين 50%، لكن كلها أرقام كبيرة. نعم. نتحدث عن أغلبية. نعم. فيما يتعلق بسوء الإدارة، هل يعقل فعليا لدينا مشكلة كبيرة فيما يتعلق بسوء الإدارة والأرقام خير شاهد؟ جميل. إحنا بالحصالة سوين دراسة على عينة من المجتمع، أخذنا 632 شخص على مستوى المملكة كلها. نعم. وليس على مستوى الرياضة وجدة والدمام. وجدنا بعض هذه الإحصائيات المذكورة أنه مثلا أكثر من 50% من الأشخاص اللي عليهم قروض شخصية وليست قروض استثمارية أو قروض عقارية، عليهم قروض شخصية، القرض الشخصي اللي يستخدم لشراء سيارة أو للسفر أو تأثيث البيت للكماليات. بالضبط. يسافرون للسياحة خارج المملكة مرتين في السنة. طيب أنت مديون، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يعني لا شرعا ولا قانونا ولا آخره ولا عرفا يحق لك أنك تسوي هذا الشيء، وبعدين لا جاك الديانة وجاك صاحب البيت قلت له اصبر عليه شهر أو شهرين، زين ربك بيفرجها، اصبر بيجيني أنا البونص حقي نهاية السنة من الشركة اللي أنا أشتغل فيها إلى آخره. فهذه مشكلة بحد ذاتها. أيضا 80% مثل ما ذكرت قبل شوي، 81% من الأشخاص يقعون في مشكلة لأنه ما عندهم قدرة على تحديد وإدارة أمورهم المالية وتحديد الأساسيات المالية، فتلقاه يقدم مثلا عملية سفر أو عملية كماليات أو طلعة أو كشتة على أشياء واحتياجات أساسية مثلا لولده في مدرسة أو إيجار بيت أو غيره من الأمور، أو صيانة منزل في أمور فعلا حساسة ومحتاجة للصيانة. آخر نسبتين هذه من إحصائيات مؤسسة النقد، 70% من المواطنين عليهم قروض شخصية البنوك، 84% من محفظة القروض المحلية هي قروض استهلاكية، هذه مصرحين فيها مؤسسة النقد. فإذا كان 84% من الديون هي قروض استهلاكية، يعني نتكلم عن 14% هي قروض لعقار أو الاستثمار، هذه أيضا تعد مشكلة كبيرة.
يعني أنا الآن أبغى استشعر الحالة النفسية الاجتماعية للشخص اللي تغلبه الديون، لا يدير طبعا مدخولاته بشكل جيد، يدخل في كوارث مالية واحدة تلو الآخر، إيش هي أبرز الانعكاسات على الجانب النفسي، الجانب الاجتماعي، وأحيانا حتى على الجانب القانوني؟ يعني إذا تحدثنا عن إيقاف الخدمات أو ربما يكون في السجن، نبغى نشرح هالحالة، أكيد أنه عندك تصور كيف يعيشون حياتهم، على أساس نطلع للجانب الإيجابي وإيش الأمل وكيف أدير هذه فعليا الكارثة اللي أوقعت نفسي فيها. تفضل. تمام. أول مشكلة الجانب الأسري. حسب إحصائية أو دراسة أو مسح جمعية واعي، وجدوا أنه ثاني سبب للطلاق في المملكة هو المال. طيب معناته أنه وقوعي في مشاكل مالية، وقوعي في قروض، وقوعي في عدم قدرتي على تلبية احتياجات هذه الأسرة، انعكس علي أنه ممكن أنفصل عن شريكي، وبالتالي تعب للأطفال نفسيا واجتماعيا وولا آخر، سيترتب عليها خسائر مالية أيضا. طبيعي طبيعي. تخيل انه كان ساكن في بيت واحد، فبالتالي بيسكنون ببيتين، فتضاعفت اصلا المصاريف، في نفقه للابناء، قد تكون بالضبط، قد تكون المراه غير عامله فتضطر للعمل علشان تقدر تنفق على نفسها وابنائها والى اخره من يعني عوامل تتراكم. يعني ايضا الانعكاس على الجانب النفسي، نفسيه هذا الشخص، تعامله مع اسرته ومع الناس من حوله الى اخره. مر علي احد الاشخاص قد في احد البرامج اللي قدمناها، موظف في احد اكبر الشركات في المملكه، راتبه يزيد عن 30,000 توتال باكج، مطلوب من 6 جهات. يا ساتر. 3 أفراد معطينه قرض حسن، وماخذ سيارتين كاش وبايعها اقساط، عفوا ماخذها اقساط وبايعها كاش، وعليه قرض عقاري، وعليه قرض لبنك قرض شخصي. استنفذ كل حلول التمويل. بالضبط. تخيل انه هذا الشخص راتبه اكثر من 30، يقول اللي يصفالي فعليا علشان انفق على الفواتير وعلى ايجار البيت وعلى على الفواتير وعلى مصاريف البيت اليوميه ومدارس الاولاد والاخري، يقول يصفالي 5500 ريال من ال 30,000. ليش طيب صار معه كذا؟ لانه عليه 6 قروض قاعد يسدد كل 6 جهات. المساله ما هي بالكم، بالكيف، هي بالاداره. نعم بالضبط. يعني ربما واحد راتبه 6000 يعيش افضل من واحد راتبه 30,000 ريال. بالضبط. مروا علي اشخاص رواتبهم 6000 و7000 واسرتهم عباره عن 6 و7 اشخاص، يعني يقول مستوره والحمد لله الامور ماشيه. أيه. ومر علي اشخاص رواتبهم 40 و50,000، يقول يجي نهايه شهر ما ادري وين راح راتبي. والكابه والاكتئاب والامراض والاعراض، واحنا نعرف اساسا قيمه الدعاء للمديون. نعم. يعني فيما يعاني اكيد انه مريت على حالات كانوا متاثرين نفسيا ووصلوا الى مراحل سيئه بسبب طبعا الكوارث الماليه اللي اقحموا نفسهم فيها. طبيعي طبيعي. الجانب المالي يتحكم بشكل كبير في حياتنا طبعا. وعلى فكره ترى هذه المشكله لا يعانيها فقط المواطن او الفرد السعودي، 70% من مشاكل الناس عالميا تتعلق بالمال. 70% من مشاكلهم تتعلق بالمال، مو قادر يدفع ايجار، مو قادر يسدد قرض السياره، مو قادر يصرف اولاده، مو قادر يدخلهم مدرسه كويسه عشان جانب المالي. فهذا وضع عالمي، ولكن احنا ما نبغى نقارن دائما نفسنا بالاشياء السلبيه العالميه ونقول الحمد لله يعني احنا وضعنا احسن من غيرنا. احنا نبي يكون عندنا اداره ناضجه لذواتنا، لامورنا الماليه. انا لا القي العبء واللوم كله على المواطن او على الفرد، الجهات والمؤسسات التربويه عليها. نرجع للجهات، وايضا بالنسبه للحلول على الجانب القانوني، ايش المشاكل اللي ممكن تترتب اليوم انت قاعد تاخذ قروض تنبسط لك سنه سنتين، بعدها وين ممكن تلقى نفسك؟ تلقى نفسك في السجن، تلقى نفسك اوقفت خدماتك، لا تقدر تسافر، لا تقدر تروح، لا تقدر تطلع رخصه، ما تقدر تسجل ابنك في مدرسه بسبب ايقاف خدمات. هذه المشكله. اخيرا اترك لك المساحه فيما يتعلق بالحلول، الجهات التي يجب ان تشارك، وايضا بالشكل المثالي لاستغلال الموارد الماليه. تفضل. جميل. اولا على مستوى الفرد يجب ان نعامل هذا الراتب معامله واعيه. نعم. وأول ما يجينا هذا الراتب نقسمه لجزء يكون استهلاك، وجزء يكون ادخار، وجزء يكون استهلاك ولكنه استهلاك دوري مجدول زي إيجار البيت. ليش أنتظر لما يجيني إيجار البيت وبعدين أبدأ أفكر من وين أجيب إيجار البيت؟ أنا لنفرض أني ساكن في شقة إيجارها 24,000 ريال، معناته شهريا أنا محتاج 2,000 ريال. خلاص أول ما يجيك راتبك حط ظرف على جنب، حط فيه 2,000 ريال، هذا إيجار البيت. يعني مو مفاجأة لك أنه بعد 6 شهور بيجيك المالك يقول لك عطني إيجاري، هذه مو مفاجأة لك، أنت عارفها وعارف التاريخ بالضبط. لنفرض أنك تبي تسافر نهاية السنة، السفرة تكلفك 12,000، معناته كل شهر أنت محتاج توفر 1,000 ريال تشيلها وتحطها في ظرف خاص بمصاريف السفر، وهكذا مع باقي المصاريف. أيضا الادخار يجب أنك تعامله زي ما تعامل فاتورة الكهرباء والمياه. أول ما ينزل راتبك على طول تسدد أنت فاتورة الجوال والكهرباء والمويه، صح ولا لا؟ طبعا. اقتص جزء من دخلك ووجهه للادخار.
إن شاء الله 500 ريال إن شاء الله 400 لا ريال لا تستقل أي رقم. طيب بالضبط. بالنسبة للجهات، بالنسبة للجهات العبء كبير على العديد من الجهات. إيه؟ أولا على المؤسسات التربوية، نعم، أنهم يبدون يضعون مناهج أو برامج تدريبية أو ورش عمل للطلاب والطالبات سواء في الجامعات أو في المدارس، أنها تساعدهم على إدارة الأمور المالية أو أمور حياتهم المالية. جيد. أيضا على مستوى البنوك أو مستوى مؤسسة النقد، لازم دور توعوي للأشخاص عشان لما يجي يأخذ قرض يكون قرض واعي. أنا ما أقول أنه لا تأخذ قرض، خذ قرض ولكن خلي قرضك ذكي. يجب أن يكون هناك مستشار مالي أيضا تحدد مثل هذه العواقب، تستعرض أيضا فيما يتعلق بجودة الأنفاق. الوقت داهمنا والحديث مهم جدا أكيد حول هذا الموضوع. في نقطة مهمة يمكن أبغى أضيفها، لأنه يمكن العائق الأكبر فيما يتعلق بالهدر المالي هي الضغوطات الاجتماعية. نذكر تجربة واحد كان بداية نشاطه التجاري وكان عليه ضغوطات من أسرته أنه أنت بخيل، الناس شوف شو يجيبون لهم أهلهم ولا ما تجيبنا، وكان لا ينصاع أبدا لمثل هذه الضغوطات. 5 سنوات صنع السعادة اللي كانت حتى توقع في مأزق لو استمتع فيها آنيا خلاها للمستقبل. اليوم أهله يرونه أكرم الناس وأفضل الناس وصنع لهم حياة بكل تأكيد تذهب الانعكاسات السلبية التي قد تأتي من خلال عدم استغلال الموارد المالية، لأنه كما ذكرت أنه أمر هام جدا وله العديد من الانعكاسات، لأنه بكل واقعية المال هو عصب الحياة. شكرا جزيلا لك لحضورك معنا لحديثك المختص في التنمية الإدارية والبشرية الأستاذ سعد الحمودي، وأنت مؤسس أيضا مبادرة الحصالة. شكرا جزيلا. أدى انقطاع التيار الكهربائي لمستشفى جنوب القنفذة إلى تشغيل المولدات الاحتياطية وتجهيز عدد من سيارات الإسعاف لنقل الحالات الطارئة حال احتاج الأمر لذلك. وتعمل صحة القنفذ الآن على اتخاذ كل الإجراءات الاحتياطية والعمل مع شركة الكهرباء لمعالجة سبب الانقطاع. الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ينقطع فيها التيار الكهربائي عن نفس المستشفى الذي يشهد ازدحاما من قبل المراجعين والحالات المنومة. أيضا كشف لعكاظ مدير الشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور عبدالله الغروي لتأجيل مستشفى القنفذة بسعة 500 سرير حتى إشعار آخر وإعادة مشروع النساء والولادة للعام الميلادي القادم. ينضم إلي الأستاذ عيسى الربعي وهو الصحفي في صحيفة الوطن. أستاذ عيسى حياك الله يا أهلا وسهلا معنا في الراصد. اهلا استاذ عبد الاله، مساء الخير عليك وعلى الساده المشاهدين. الله يحييك ونخوك. تفاصيل الواقعه انقطاع الكهرباء المتكرر في هذا المستشفى واهم المعلومات خصوصا فيما يتعلق بصحه المرضى، تفضل. نعم بالفعل استاذ عبد الاله، تابعنا الماده من خلال الزملاء في صحيفه عكاظ. قدمت ماده يعني كان يتحدث في مطلع الماده عن موضوع أن هناك تدمر واستياء من انقطاع الكهرباء في مستشفى القنفذة العام. الانقطاع لم يحدد أسباب هذا الانقطاع، ظهر تصريح على لسان مدير صحة القنفذة وأيضا المتحدث الرسمي باسم صحة القنفذة، جميعهم شاركوا في طرح رأي وتبين هذه الإشكالية. إذا ما عدنا حقيقة إلى هذه المشكلة فهي نموذج يتكرر مع الأسف على مستوى المملكة، يعني مستوى مناطق المملكة شهدت الكثير من الحوادث خصوصا في الجوانب الصحية وفي المستشفيات التي الكهرباء وجود الكهرباء فيها أمر مهم جدا في غاية الأهمية، يشكل يعني أمر مهم جدا يترتب عليه حياة الناس وحياة المرضى في المستشفى. أنت كيف تصف هذه الحادثة أنه مستشفى ينقطع عليه الكهرباء بشكل متكرر؟ من تلقي باللوم عليه؟ من ترى يتحمل طبعا حجم هذه الإشكالية؟ أنا حقيقة يعني أرى من وجهة نظر أن المشكلة هي مشكلة أو عملية متراكبة يعني مع الوقت، يعني مشكلة تكون على مستوى مشاريع الدولة وترسيتها، أيضا مشاريع التشغيل والصيانة هناك عدم متابعة، أيضا الخطط المستقبلية لمثل هذه المستشفيات. نحن نتحدث عن
تصريح من مدير صحة القنفذة يؤكد على أن هناك مشاريع سوف يتم تأجيلها. طيب أرجع لك أستاذ عيسى فيما يتعلق بالمشاريع، برجع لك في كلمة أخيرة وتعقيب، لكن ينضم إلينا من القنفذة متحدث وزارة الصحة بالقنفذة إبراهيم المتحمي. أستاذ إبراهيم حياك الله. السلام عليكم، مساء الخير، شاكر للاستضافة وتسليط الضوء على هذا الموضوع. وعليكم السلام. أسباب الانقطاع خصوصا أنه متكرر ويرتقي لأن يكون كارثة، إذا ما تحدثنا أنه يحدث في مستشفى، وإيش هي خطط الطوارئ أيضا التي نفذت؟ تفضل. إذا سمحت، المستشفى المنقطع عنه التيار الكهربائي مؤخرا وما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة هو مستشفى جنوب القنفذة، وهو ضمن 5 مستشفيات تتبع لصحة القنفذة. ونؤكد ولله الحمد لا توجد أي أضرار ناتجة عن هذا الانقطاع، والانقطاع كان من المصدر الرئيسي للكهرباء، وتم التعامل مع الحدث كما يجب بتواجد 5 فرق من إدارة الطوارئ والكوارث بصحة القنفذة وأيضا الدفاع المدني والكهرباء وفرقتين من الهلال الأحمر، وأيضا فعل دور لجنة الطوارئ المركزية تحسبا لأي طارئ. خلال فترة الانقطاع التيار الكهربائي من المصدر الرئيسي عن مستشفى جنوب القنفذة مباشرة وبشكل أوتوماتيكي عملت المولدات الاحتياطية وعددها 3 لتغذية المستشفى بالتيار، وتتفاوت مدة الانقطاع، يعني آخر مرة كانت 8 ساعات وقبلها كانت 3 ساعات، والحمد لله لم تكن هناك أي أضرار. وللمعلومية جميع مستشفيات صحة القنفذة يوجد بها مولدات لله الحمد. طيب ليش تتكرر الانقطاعات؟ يعني أكيد أنه يجب أن يكون هناك موقف حاسم مع الشركة، مع أي متسبب لإيجاد هذه الانقطاعات، لأنه نتحدث عن مستشفى لو افترضنا أنه ما اشتغلت المولدات أو حصل أي خلل أيضا، يعني إحنا نتحدث عن حالة طوارئ المفترض أن تشتغل في وقت قصير، يعني بنتحدث عن كارثة كبيرة داخل المستشفى. بحثتم عن الأسباب أيضا، وضعتم حلول، كان هناك موقف من الصحة فيما يتعلق بسبب المشكلة؟ طيب دورنا احنا كصحة قنفذة ولله الحمد توجد المولدات وتعمل بشكل سليم ولها صيانة دورية، إضافة إلى ذلك يوجد لدينا نظام بطاريات احتياطية تعمل لساعات طويلة تغطي العمل إذا احتاج لنقل أو إخلاء طبي للمرضى، والحمد لله لدينا كوادر مدربة من الطوارئ والأزمات وأيضا نظام البطاريات. وهناك لجنة شكلت من الجهات المعنية ومحضر كتب بهذا الأمر، وحسب ما وردنا أن سبب انقطاع الناتج، سبب انقطاع التيار الأخير كان ناتج عن قطع في الكيبل الخارجي بجوار المستشفى بواسطة شاول يعمل في مجمع تجاري تحت الإنشاء. يعني احنا دورنا كصحة قنفذة أخذنا جميع الإجراءات ومستعدين لأي طارئ بإذن الله والتعامل معه. هذه مشكلة والله، يعني في النهاية مثل الكيبل الكهرباء المفترض نكون محمي في موقع بعيد، يعني قاعد نتحدث عن إهمال من جهة ما فيما يتعلق بهذه الإشكالية. هناك حلول، تواصل مع شركة الكهرباء حول في تواصل يا أخي الكريم، وكان آخرها هذا اليوم ووعدونا إن شاء الله بصلاح المشكلة ومعالجة الوضع بإذن الله. احنا الدورة كصحة قائمين به بإذن الله على أكمل وجه، وهذه مسؤولية نتحملها احنا. طيب احنا نتمنى دائما يكون هناك حلول، يكون هناك ايضا متابعة من قبل إدارات الأمن والسلامة للتحقق من جودة كافة الأمور اللي تتعلق بتقديم الخدمات. إذا ما تحدثنا عن أهمية خدمة الكهرباء بالنسبة للمستشفى، إنه مشكلة إنه والله تترك الكيابل بالخارج إن شاء الله ويقطعها بكل تأكيد أمر غير مقبول. إن شاء الله بإذن الله نتفائل إنه ستحل هذه المشكلة. أوضح لك لو سمحت لي. تفضل. قطع الكيبل خارج المستشفى هذه ما هي مسؤولية. طبعاً أنا أتحدث إنه يكون هناك تواصل ويكون هناك متابعة وإدارة بالنسبة لكافة الجهات المشتركة. شكراً جزيلاً لك على هذه المداخلة، هذه التوضيحات من القنفذة متحدث وزارة الصحة بالقنفذة الأستاذ إبراهيم المتحمي. أعود إليك أخيراً أستاذ عيسى، يعني السبب شاول قطع كيبل برا المستشفى، كيف ترى؟ أنا في حقيقة الأمر لم أسمع حديث الأستاذ إبراهيم وتوضيحه حول الحادثة، لكن ما لفت انتباهي في الموضوع وفي الحديث بمجمله من خلال القراءة في المادة في صحيفة عكاظ أنه تحدث في نهاية المادة عن أن المولدات الاحتياطية عادت بالشكل السليم للعمل حاليا، وهذا يدل على أن أيضا المولدات الاحتياطية كان فيها مشكلة، والمشكلة هذه كان يعني نتيجة الركون لأن الكهرباء تصل بشكل سليم، فيعني المولدات الاحتياطية ليس لها الحاجة وهو ما جعل الموضوع يتأخر وتنقطع الكهرباء. نتحدث عن أقسام مهمة جدا في المستشفى كما ذكر في المادة التي لفت انتباهي حقيقة أمر يعني عجيب فيها المتحدث بالمادة الأستاذ إبراهيم المتحمي، أعتقد هو كاتب المادة أيضا في صحيفة عكاظ، ترويسة المادة باسم الزميل إبراهيم المتحمي، لا أعلم هو والله ما أدري أسمع. يعني إحنا ما عندنا معلومة، نتمنى أنه كان عندنا على الهواء نسأله. يعني أنا حقيقة كنت سأورد هذه المعلومة، لكن بس أكد لنا أنت بس يمكن اسم على اسم، ممكن قد يكون ذلك. هذا ليس المهم، المهم أننا نتحدث عن، أتمنى أن أضيف جزئية أخيرة ونتحدث بلغة الأرقام. هناك
2000 مشروع حكومي متعثر. هذا التعثر يا أستاذ عبد الله أنا شخصيا من وجهة نظر أعزوه إلى مشكلة مركبة توجد على مختلف الوزارات، وهي عدم وجود الرؤية المستقبلية. أيضا هناك عوائق من خلال أن يطلب من المقاول ترسية المقاول على أي شركة أو أي مؤسسة دون النظر في تصنيف هذه المؤسسة، أيضا دون النظر في وضعها الائتماني المالي، رأس المال لهذه الشركة. جيد، هذا موضوع منفصل بالناقشة بإذن الله، خصوصا فيما يتعلق أيضا بتعطيل بعض المستشفيات تأجيلها. لكن بسألك عن السبب أخيرا أستاذ عيسى، يعني حسب المتحدث الرسمي لصحة القنفذة أنه كابل كهرباء وقطع الشاول، شو رأيك بالسبب هذا؟ والله أمر يعني حقيقة غير منطقي، لا يعني في مستشفى وفي حياة ناس وبشر، ونتحدث عن أقسام مهمة جدا كالعناية المركزة كأقسام التنويم، يعني بعض الناس يعيش على أجهزة الأكسجين، يعني طبعا حياته مرتبطة بهذه الأجهزة الكهربائية، كيف يعني نقبل إهمال بهذه الدرجة أن يأتي شاول ويقطع كيبل؟ المفترض أن يكون لدى إدارة المستشفى مخطط كامل جدا عن التوصيلات الموجودة في حرم المستشفى من الكهرباء، من المياه، من الهاتف، يكون لدى الإدارة يعني نوع من استشعار المسؤولية وتحديد العمل، دراسة موقع العمل قبل اتخاذ أي إجراء. شكرا جزيلا لك على حضورك على حديثك الأستاذ عيسى الربعي الصحفي في صحيفة الوطن. شكرا أستاذ عيسى. شكرا شكرا أستاذ عبد الله. شكرا. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، يا رب نكون قدمنا مواد تنال على رضاكم. الموعد يتجدد غدا في حلقة جديدة من الراصد. الله يحفظكم، فمان الله.